طيب، وعرفت مسبب مشروعية الأذان، وأنه شرع في السنة الأولى. طيب، ما الحكمة من مشروعية الأذان؟ الحكمة من مشروعية الأذان إظهار شعائر الإسلام والجهر بكلمة التوحيد إرغاما للشيطان وأتباعه، والإعلام بدخول وقت الصلاة والدعاء إلى صلاة الجماعة. كم؟ أربع. إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، ماذا؟ والجهر بكلمة التوحيد، لماذا؟ إرغاما للشيطان وأتباعه، ماذا؟ والإعلام بدخول وقت الصلاة والدعاء إلى صلاة الجماعة. إظهار شعائر الإسلام، شعائر الإسلام يؤتى بها خفية ولا جهرا؟ جهرا. شوف مثل الجماعة الفرائض، هي تؤدى في المساجد في الجماعة. إظهار شعائر الإسلام، صغيرة حطيكم ظاهرة، شهر ظاهري تؤدى هكذا، يعني تجد الناس مثلا يذهبون إلى المسجد أفواجا، يدخلون المسجد، هذا داخل هذا داخل، وبعد فراغ من صلاة الجماعة يخرجون كذلك، ذلك المظهر الطيب. وهل شعائر الإسلام أنت عندما تستمع إلى الأذان وقت الفجر أو وقت العشاء أو وقت المغرب، تسمع الأصوات الرنانة من هنا وهناك تتردد، صوت المؤذنين مظهر طيب، إظهار شعائر الإسلام. شعائر الإسلام يؤتى بها جهرا ظاهرا. شوف صلاة العيد حيث كان من شعائر الإسلام، أين تؤدى؟ تؤدى في الصحراء خارج، الناس يذهبون إلى أداء هذه الشعيرة وهم يجهرون بإيش؟ بالتكبير. شوف صلاة التراويح، هي سنة، هي تؤدى في المساجد والناس يجتمعون إليها من كل مكان، إظهار شعائر الإسلام. الأذان كذلك شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر طيب، عندما تسمع تلك النغمات رنانة، تسمع هذا يؤذن وهذا يرفع بكلمة التوحيد وهذا يقول الله أكبر الله أكبر، مظهر طيب يحل الواحد إذن سرا من يسمعه، ما يسمع شيء مظهر زين. وماذا أيضا؟ والجهر بكلمة التوحيد، الجهر بكلمة التوحيد إرغاما للشيطان وأتباع الشيطان. فالشيطان ينزعج يصاب بقلق عندما يسمع الأذان. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نوري للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضى الندى أقبل، حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. لكن عندما يسمع الأذان يهرب 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 حتى ما يسمع الأذان، صوت له صوت ما يحب يسمع الأذان، يزعق. لكن المكان ما يأذن فيه، الشيطان راسي قوائمه هناك فيه، أليس كذلك؟ لما يصاب به إزعاج. نعم، إيش قال حديث أبي هريرة؟ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، ما يحب يسمع الأذان، ما يحب. نعم زين. فإذا مضى الندى أقبل، فإذا ثوب للصلاة أقيمت الصلاة، فإذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا مضى أقبل،
حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا مضى أقبل، حتى يخطر المرء، حتى يخطر بين المرء ونفسه. مو على يسوي بعد، يجي يفسد على المصلي صلاته. نعم نعم، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. اذكر كذا، ما كلهم يقولهم اذكر كذا شيء شيء واحد، لا، لأن أنواع يأتي لكل واحد الأشياء التي يحبها ويرغب فيها. معنى صاحب المواشي ما يجيب للشيطان يعني أمور تجارة ولا أمور زراعة، لا، ما يأتي مختص بالمواشي، من علف، من طعام، من حلب، من غير ذلك التي تحتاجه المواشي، يأتي لها في الصلاة يعني. وصاحب التجارة ما بيأتي إلى من يختص بالمواشي ويختص بالزراعة، تاجر يأتي للحسابات والمبايع ويشتريها ويبيعها وبكم وإلى كم، يحسب حساباته في الصلاة، يرسل أشياء وهو يصلي، لأن الشيطان يأتي له بهذه الأشياء لأنه يحبها، هو شغلة عملها العملة. صاحب الزراعة كذلك أيضا، بذورات وسقي وسماد. زين، طلبة العلم أي ما يأتي لهم هذه الأشياء، يأتي لهم يختص بمسائل علمية، ربما يأتي لهم مسائل فقهية، مسائل اللي يبغوا تختص يفكروا فيها كيف كذا وكيف كذا كذا، واختبار اختبار، امتحان امتحان، زين هكذا اذكر كذا اذكر كذا، ومو حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. مو فايدة الشيطان، فايدة اذا انسان افسد على المصلي صلاته فقد افسد عليه دينه. ومن فسد دينه صار من حزب الشيطان الغافلين الخاسرين، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. انتبهوا انتبهوا، عدو عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك أتباع الشيطان المنافقون كذلك، وما يحب الخير ما يحب الصلاة كذلك يزعج كذلك. زين، يظهر شعار الإسلام ماذا؟ والجهر بكلمته بكلمة التوحيد، يرغم للشيطان وأتباعه. زين، والإعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول وقت الصلاة. ولذلك ينبغي أن يكون المؤذن أميناً حافظاً للأوقات، ما يصلي إذن يصلي في إذن في نصف الوقت في أول وقت، وأيضاً ما يقدم الأذان عن وقته، الحافظ أمين. المؤذنون أمناء، أمناء، ومناء الناس على سحور على صلاتهم وسحورهم من المؤذنون. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن. اللهم أرشد أئمة واغفر للمؤذنين، الإعلام بدخول وقت الصلاة. والدعاء إلى صلاة الجماعة، والدعاء إلى صلاة الجماعة. عندما تأتي، عندما تثبت الكبرياء لله عز وجل وتأتي بالشهادتين، تشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وللرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ماذا تقول بعد ذلك؟ تنادي بأعلى صوتك، هو الصوت، حي حي على الصلاة، مرة بعد حي على الصلاة،
أي هلموا أقبلوا إلى الصلاة. هنا حي على الفلاح، الفوز والنجاة. حي على الفلاح، أين الفلاح؟ هلموا إلى أين؟ إلى بيوت الله عز وجل، إلى المسجد، حتى إيش؟ حتى تؤدوا هذه الشعيرة في بيوت الله عز وجل في الجماعة. يعني يدعو إيش؟ حي اسم فعل بمعنى أقبلوا، أقبلوا، تعالوا، هلموا. هنا الفلاح، هنا الفوز، النجاة، السعادة. هنا قد أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. هذا ينادي المؤمنين المسلمين على إيش؟ أن يصلوا ويصلوا لجماعة. ولذلك المسلم عندما يسمع النداء لابد من يتهيأ يذهب إلى المسجد. وفي الحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. سمع النداء، منادي ينادي ويتخلى عن الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. في رواية قيل: ما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. في حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل تسمع النداء؟ ما المراد بالنداء؟ الأذان. هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم ضرير البصر، بل قال فيه: أجب النداء. ولم يكن يعتبر العمى، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا: إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض. ومن هنا قالوا: خسيس الحال لتركه لأفضل الأعمال. المسلم عندما يسمع المنادي ينادي عليه أن يذهب الدعاء إلى صلاة الجماعة. وفي حديث ابن مسعود يقول: من سره، انتبهوا أي هذه الجواهر، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. أين؟ حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصليها المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هكذا كان. قال من سره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات هين حيث ينادى بهن، هين ينادى بهن في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى. واحد يسمع النداء إلى الخير، إلى السعادة، إلى الفوز، إلى الفلاح، إلى السعادة الأبدية ويتخلف عن الصلاة. الآن عرفنا على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات من المنافقين، وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم من النفاق. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. زين، ايش الحكمة من شعر الأذان؟ يظهر شعائر الإسلام، والأذان من شعائر الإسلام، بل من أجل شعائر الإسلام. زين، وماذا؟ والجهر بايش؟ بكلمة توحيد. هي كلمة توحيد، لا إله إلا الله، والإعلام بدخول وقت الصلاة، وماذا؟ والدعاء إلى صلاة الجماعة.